شما يصير الخطف ودمنا يراخ بالاخير ما يضل بس العراق. انتظرونا عاجلا لمشاهدة البث المباشر للمهرجان 38 المهدي علم تقوى وسطية أخلاق ذي قار السبت 19 من رجب لعام 1441 للهجرة الساعة 2:30 ظهرا. ويتضمن المهرجان تلاوة القرآن ومحاضرات وعظ وأرشاد وبحوث حوارية مستوحاة من فكر السيد الأستاذ وقصائد تضامنا مع تظاهرات شباب العراق الذين أرادوا الوطن بكل بساطة ووضوح وبراءة وطيبة وسلمية وأخلاق وترحما على أرواح الشهداء وتضحياتهم وبمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشبال. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 0770-358-1707 0770-370-2874. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.